النتيجة المنطقية لهكذا نوع من الحكومات، حكومة الشراكة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية، هذه هي النتيجة المنطقية، حكومة معطلة لا تستطيع تمرير القوانين ولا تستطيع تقديم الخدمات عبر برامجها الانتخابية. الجميع الآن أصبح موقن بأن لا بديل لتقديم خدمات للشعب ولا بديل لنجاح الحكومة سوى تشكيل حكومة أغلبية سياسية تمتلك أغلبية برلمانية في البرلمان تستطيع تمرير القوانين، وكذلك توجد هناك معارضة برلمانية تتمكن من تصحيح وتقويم الأداء، وبالتالي نمتلك مبادئ ديمقراطية التي تعتمد على حكومة الأغلبية، حكومة الاستحقاق الانتخابي، وكذلك تعتمد على الفصل بين السلطات.